السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شالوم حفيريم، أنا هاليوم مدبر على الاعتذار. الاعتذار في اللغة العبرية ببساطة جدا بيكون عن طريق كلمة سليحة، وفي نطق الإشكنازي بنقول سليخا. سليحة نطق سفرديم وسليخا نطق الإشكنازي. سليحة وسليخا معناها معذرة. ممكن لو عايز تعتذر بأسلوب تاني تقول أنا متستعير. نطق السفرديم، نطق الإشكناز أنا متستعير، العين بتبقى همزة كده. أني متستعير، أنا آسف، أني متستعير، أني متستعيرت للمؤنث. لو واحدة بتتكلم تقول أني متستعيرت، أني متستعيرت. ببساطة شديدة هتقول سليحة أو أني متستعير أو أني متستعيرت. سليحة سواء مذكر أو مؤنث هي نفس الشيء. نشوفكم على خير، لتراؤوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.